تعرف يعني ايه كلمة مشغول؟ طب تعرف يعني ايه كلمة مخطوب او مخطوبة؟ ها تعرف الكلمة دي يعني ايه؟ طب هي مشغول للانسان ولا مشغول للتليفون؟ تعالى بعد الفاصل اقول لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة وطلاب ومتابعي مستر نجار على اليوتيوب، أهلا وسهلا بيكم في الحلقة رقم 18 في سلسلة انطقها صح. معانا النهاردة مع كلمة جميلة جدا وكلنا بنستخدمها في حياتنا العامة، ألا وهي كلمة مشغول للإنسان عادي، خط التليفون عادي، شخص يعني مخطوبة، إنسانة دي مخطوبة أو الشخص ده خاطب. يا ترى الكلمة دي هيبقى ايه نطقها بالبريتش اكسنت؟ يلا نسمع مع بعض حبايبي. اسمها engaged. engaged ده بالبريتش اكسنت، اما بالامريكان نفس النطق engaged. engaged. شكرا حبايبي وبالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.